بالمركز الجامعي أحمد زبانة في غليزان، وقد سخرت بالمركز كل الإمكانيات من مواطنين وتقنيين ساميين في الإعلام الآلي لإنجاح العملية. التغطية لحمزة زروقي. في أريحية تامة. إذن يعني المركز الجامعي الآن يتوفر على عدد هائل من المقاعد البيداغوجية، وبالتالي الدخول إن شاء الله نحن بالنسبة لهذه السنة سنكون في أريحية تامة. فضاء إعلام آلي من أجل تسجيل أولي بما فيه لجان للاستشارة والتوجيه. هذه لجان الاستشارة والتوجيه عبر كل ميدان، عندنا 9 ميادين في المركز الجامعي، كل ميدان خصصنا له أستاذين للاستشارة والتوجيه. اخترت أنا علوم الطبيعة والحياة، جات هي مليحة أسامي، موراها غادي ندير أستاذ تاع اللغة الإنجليزية أخر، والآخرين نشوفوا نختاروا مدرسة عليا أخر. بحال التخصصات اللي يساعدونا كل واحد على سمو هذا تاعه شي يدي وشي يبغي. خيرت أسامي ورياضة علم آلي. طلب رؤساء جمعيات وممثلين عن أحياء بلدية تشلف بفتح تحقيق حول مصير أموال قفة رمضان لبلدية تشلف التي لم يستفد منها أزيد من 5 مليون وهم من طرف البلدية. ميكروفون رشيد مشور. بعد انتهاء شهر رمضان الكريم يعني ما ظهر حتى خبر على قفة رمضان، وخاصة أن مصالح البلدية تكتمت نهائيا على قفة رمضان لسنة 2016، ما فتح تأويلات على مصراعيه. الخطر على الندوب، وهذه الخطر هذه العامة ديناش الفقراء والمساكين قلاليل ما طولناش هذه الخطرة. راه موالف حنا راهم في قسم قفة رمضان، والسناوي العام اللي فات راه ما مدوهاش، وراهم عطاه قلالي لما يقعوا ما مدوها لهمش، مش عارف علاه، مش عارف التأخير. هذا فات رمضان وراه بزاف راه ما مدوها لهمش السنة. مع القفة تاع رمضان مضاري من العام للعام ندوها، وهذه خطرة اللي ما ديناهاش، علاه ماناش عارفين علاه ما ديناهاش، ما على باليش علاه. حنا يا ولاد قلاليل ولاد فقراء. للاستفسار عن الأمر اتجهنا إلى رئيس المجلس الشعبي لبلدية تشلف، وصرح بالتليفون ميكروفون رشيد مشور. نكذب هذا الامر هذا، وين راني نقول باللي ودي اموال تاع قفه رمضان مازالها في الباب تاعها، هي اللي متخصص لقفه رمضان وما تحولتش للجمعيه شلف كيما راهو الناس ولا الجرائد ولا راهم يقولوا في هذا الكلام. إلى قطاع الصحة، يعرف مستشفى محمد بوضياف في البيض نقصا في تقديم خدمات جهاز سكانير دون مبرر مقنع من طرف القائمين عليه. نور الدين الرحمن يفصل في الموضوع. عليك الانتظار ولساعات طوال لعلك تصل إلى الكشف بجهاز سكانير بمستشفى البيض. هو حال المرضى مع جهاز لا يعرف إذا كان في الخدمة أم بعيدا عن المتناول. السكانر هذا وين راه؟ عندها مده طويله في ذكروه لنا في سبيطار الرحماني، ورانا نقدو كمواطنين من العين الحجر، نقدو كمواطنين من بالعباس، نقدو كمواطنين من الوهرن، ونخسروا في اموال باهظه، وكاين حضرتنا نلحقوه وحضرت ما نلحقوش، وهو عندنا هنا موجود، عندنا هنا الحمد لله في بلادنا، ما خاصنا حتى شيء ورانا محرومين منه. المرضى اوجعهم الانتظار وغياب خدمات الجهاز في غياب التوجيه والإعلام. نقدر نتسنوا كما أيام سنة من الصباح، راني متسنية يامس على العبرة طبيبة صح داير الكونجي، معليش كي نقولوا هذوك العمال تاعهم المختصين. الطبيب المختص العامل على جهاز سكانر كوبي الجنسية يحرر وصفاته باللغة الإسبانية، وقراءتها مستحيلة لدى أي طبيب جزائري بحكم لغة التعامل الفرنسية، يقول أصحاب الشأن. عندنا حتى مشكل، عندنا مشكل راديو تاع الانتربريتاسيون، مشكل تاع الراديو، عندنا كوبيين بروبليم دانتربريتاسيون، ما عندنا حتى مشكل. تم الفحص عادي، ما كانش اللي عنده رونديفو ما دارولوش، اللي هما دارولوش سكانر. الاستعجالات لا لا، في اليوم يديروا 6 8 وسكانر، مش راديو يروحوا برا، راه ساعه باش ديروا سكانر. ولاية البيض تفتقد لطبيب مختص في الأشعة، ما يجعل جهاز سكانر وجوده كعدمها. تشهد صيدليات بلدية باتنا هذه الأيام حالة من الغليان بسبب قرار غلق الصيدليات غير المداومة على الساعة 8 مساء، وقرار رفضه الصيادلة في وقت شددت النقابة على تطبيق القانون. المزيد مع سعيد حرية.
بسرعة يقصد هذا المواطن الصيدلية لاقتناء الدواء قبل غلقها عند تمام الثامنة مساء تطبيقا لتعليمات الوصاية الموجهة لصيادلة بلدية باتنا. نورمال ما يخليهم لنا كما كانوا بكري يخدموا جيسكا ديزار ولا عنزار ولا. الصيادلة من جهتهم رفضوا التعليمات الجديدة وطالبوا بتمديد ساعات العمل. وطالب بتمديد لفتح الصيدلية حتى ما بعد العاشرة. المطلب الرئيسي هو تمديد ساعات العمل وزيادة عدد الصيادلة المداومين. نطلب منهم أنهم يتراجعوا عن القرار هذا لأنه ما هوش لا في صالح المواطن ولا في صالح الصيدلية. من جهتها نقابة الصيادلة لها رأي في هذا الموضوع. إذا الصيادلة هذا متمد وزدنا لهم ساعات العمل كاين صيادلة أخرين موازيين في مناطق كما نقولوا معزولين هذا الصيادلة، إذا فتحوا هذا الصيادلة راح تتضرر الفئة الأخرى، ولهذا النقابة هم كل زملاء وهذم زملاء حنا لازم نوفقوا بين الجميع. أما مديرية الصحة فقد أكدت عزمها على دعوة جميع الأطراف لإيجاد حل يرضي الجميع. تأينا باش ندرسوا الأمر باتصال مع مجلس أخلاقية المهن الطبية ومع نقابة صيادلة كممثلين عن الصيادلة لتوسيع وإطراء طريقة العمل اللي نخدموا بها. للإشارة فإن القضية تتعقد يوما بعد يوم والخاسر الأكبر هو المواطن. في سياق مغاير، كشفت عائلة جعيلة المنحدرة من أولاد جلال ببسكرة أن أحد أفرادها اختفى منذ ذهابه لأداء مناسك العمرة، ويتعلق الأمر بسيد أحمد جعيل بعد أو اختفى أثناء تأديته طواف، ومنذ ذلك الحين تعيش العائلة على أعصابها في ظل غياب تفاعل من قبل الهيئات المعنية. علي رحب. مدينة أولاد جلال ببسكرة تعيش على وقع اختفاء الحاج أحمد جعيل منذ السابع من رمضان الفائت في البقاع المقدسة، ولم ترد منذ ذاك أي أخبار عنه. ويروي رفاقه أنه ضاع أثناء الطواف الذي كان في غياب مرشدين، وكذلك كان دور قنصليتنا حيث سجلت رقما آخر يضاف لضحايا إهمال الهيئات المكلفة بالعمرة والحج. كان ما فروه كده كل واحد براسه، ما كانش مسؤول عن حوته اللي وكلونه مع حوته اللي واحد. حديث وكاله آخر اتصال كان مباشرة عند مغادرته للفندق وذهابه لأداء المناسك تاع العمر. اليوم وبعد مرور 35 يوم من فقدانه، لما نتصلوا بالسلطات سواء هنا ولا لهيه، ما يقلقنا أنه ما لقيناش الرد اللي طمنا. يعني لما نتصلوا بهم وكأنه أول مرة نتصلوا بهم. الحاجة زهرة التي كانت مرافقة لزوجها أكدت أن وحدهم المعتمرون من قدموا لها المساعدة. هاي حاجة رب العالمين ما قلنا عليها والو، بصح العبد يدور يبرد قلبه كي توقف معنا الدولة هذاك ما نحوس. السلطات الجزائرية ما جانا حتى واحد، هذا نطلبوا منهم إن شاء الله يوقفوا معنا. سكان مدينة أولاد جلال كلهم مشرعبة أعناقهم نحو بيت العائلة لعلها تلقت خبرا عن الحاج أحمد، غير أن سفاراتنا وفروعها التي يفترض أن تستغل هياكلها لحماية الحجاج والمعتمرين تكتفي بالمراسلات وأن لا جديد يذكر. في الختام نذكركم مشاهدينا